بسم الله الرحمن الرحيم. الزول بون، انا اقول بلي بعد ما لمينا اللاعبين ودرنا يعني 4 ايام هذوك في تيزي وزو، وين كنا بدينا نتقلع، نقول بلي بدينا في العمل، ولكن كنا نحضروا في يعني في لي دوسي لي باسبور اون ميم طون باش نكونوا محضرين الديبلاسمون تاعنا، خاصه تاع تونس. وفي الجانب التقني باش نبداو يعني التربص تاع تيك جده، نقول باللي درنا لي تيست اللي يلزم، خصوصا ستاف ميديكال اللي هو مشكور اللي دار كاع لي تيست وعطانا يعني كل كبيره وصغيره فيما يخص الجانب الطبي الاداري كذلك. وبدينا في العالم العمل في الجانب خاصه البدني، كل واحد راه يأدي في الدور تاعو. رحنا لتيك جداد، درنا تربص الاول، نقول باللي كانت فيه عمل كبير من طرف الطاقم بصفه عامه والمحاضر بصفه خاصه والطاقم الطبي، باسكو ما يخالكش باللي في لي ديبي راهم اللاعبين يشكيو، كل يزم يعني دور كبير عند الطاقم تاني الطبي اللي ما نتجاهلوش. والحمد لله كملنا تربص، كنا حابين نديرو سيرسك ان ماتش، ولكن احنا ما نديروش باش نديرو، لعبنا ما بيناتنا، كانت عندنا نظرة على اللاعبين والمستوى تاعهم يعني وين راه لاحق، وعطينا لهم هذوك اليومين اللي استاهلوهم. وكيف بعد اليومين هذوك الحمد لله جينا فير، ما نقولش فير لانكوني، ولكن اول مره نجو انا شخصيا الاغلبيه تاع اللاعبين اول مره نحطوا في تبرقه، ناس مالفين نديروا طربوسات في العاصمه في عين دراهم او في سوس. بون، نقول اليوم ديو ميرسي، الحمد لله كثر خير ربي وكثر خير المسؤولين على راسهم الرئيس اللي شلو اللي دار هاد المبادره والامكانيات، قال لك ما فيه مشكل اللي لا وين يكونوا لاعبين حنا رانا واجدين. عفوا، نظن باللي ثانيك اللي نشكره بزاف سي يعني بريزيدون ديريكتور جينيرال تاع موبيليس، وين الشركه هذه ثانيك وفرت لنا وسمحت لنا باش نجو في فندق كيما هذا وين نعملوا. الناس كاع فرحانه، لماذا؟ لانهم واش يتمناه اللاعب، واش يتمناه المدرب يلقاه في اي جانب، واش تحوس تلقى يبقى الحاجه اللي يسناها الجمهور سي لي ماتش. لي ماتش اليوم دخلنا له البارح العنابه، درنا حصه الصباح العشيه، درنا حصه في تونس، يعني زوج حصص في الجيري وحده في تونس، وين باش نقول للجمهور باللي ما جينا باش نخدموا ونتعبوا. والحمد لله يعني كنا خططنا كل حاجه كبيره وصغيره مع المسؤولين، ونقول بلي بعد الحصه تاع البارح واليوم درنا يعني زوج حصص، اللاعبين راهم في حاله نقول جيده، الاصابات ما كانش، مشاكل ما كانش، ورانا نعملوا وين نلحقوا للهدف تاعنا اللي هو يكون ناجح 100%، والمباراة إن شاء الله باش نجورجيو كيما قال آخر يعني الخدمة تاعنا، بلوس نشوفوا كل لاعب تمرين، والمقابلة مش كيف كيف، مقابلة ودية ورسمية مش كيف كيف. اليوم إن شاء الله على بالي باللي نقول للجمهور الكريم ما يتقلقش، شبيبة راهي تعمل وهي تتعب، وكاين رجال راهم واقفين وداروا اموال وداروا امكانيات، ما راح نخيبوكم انتوما كجمهور، وديروا فينا الثقه. وما ميلا نقول كاين سوء تفاهم مع بعض الناس، نقول لهم رانا بدايه موسم، ان شاء الله انت تجوزها وانا نجوزها، رانا في البدايه هذه بالك ما كانش عندنا الوقت، ما اتصلناش بناس، بالك ما جاوبناش مع الناس. احنا اليوم رانا نخدموا صباح وعشيه، كي نقول صباح وعشيه بليس لي ريونيون،
معناتها يعني نتعبوا، ولكن رانا نفكروا باش نديروا مقابلات. عندنا هنا في تبرقة زوج، عندنا ثلاثة في تونس، على الأقل خمسة. ولكن راني نبحث باش ندير سيزيام ماتش. الجمهور الكريم راح يكشف هاد اللاعبين الجدد، ويكشف مام لاعبين قدم الحالة اللي راه فيها هاد العام جوار. باسكو الصفحة تاع العام اللي فات نقول طويناها، ولكن يبقاو لي شيفر يبقاو، واللي عرق على ليكيب هادي ودار دي ساكريفيس في فوتبول هذيك الناس تنساه، سواء مسير ولا لاعب او مدرب، كل واحد يعني كيما حنا ما نسيناش الجمهور. ونقولوا اشاك فوا درنا لي ديكلاراسيون جو نفوا با، علاش؟ بالك كاين شي ناس يفهموا ناس غالطين ولا يدخلوا ما بين الحم والطفر. حنا رانا عائله، حنا كمسيرين كلاعبين كشركه جديده كجمهور، ما نخلوش الناس يدخلوا ما بين الحم والطفر. حنا ان شاء الله بفضل ربي سبحانه راح نكملوا واش بدينا العام اللي فات. العام اللي فات بدينا في عمل دون تو لي دومان، يعني لا باز تاعها سيتي لا ديسيبلين. على كل حال الفولوار هذاك، لا غرينتا هذيك، كل حاجه تجي في وقتها. اليوم رانا نحضروا واللاعبين رانا نفهموهم العقليه تاع العام اللي فات. هادو سي دي جون، كاين لي زونسيان راهم يفهموهم كيف داير المناصر، ها هو واش يكزيجي وفي حقه فارق كبير وكبير وكبير. ها هو المدرب واش يحب، ها هو اللاعب واش يحب، ها هو ملي حنا رانا ندخلوهم داخل هذه العائله. باسكو سي دي جون سي دي جوار، كي نشوف واش رانا نديرو نظن باللي هاد اللاعبين كاين واحد الهضره الناس قاع تهضرها ولا لي جوست وما كاينش لي بوكريزي. نعاود نقولها، كل واحد يقول لك هذا العام ان شاء الله نديرو ونديرو، ايه يقول لك عندنا فريق ولاد عائله، يقول لك اه كاع عندهم المام لونغاج. نو، كي نقول ولاد عائله اللي راح ولاد عائله عندهم لي كاليتي ولي ديفو، هادو في السن صغار وراهم ثاني ولاد عائله وعندهم لونفي باش المناصر يفهم. الاغلبيه جيعانين، الاغلبيه جيعانين، حبوا ينجحوا في الفريق هذا. باسكو هي كي يجي واحد شبعان ينسى باللي شبيبه كبيره عليه، مهما كان شبعان، مهما كان لا كارير، مهما كانت الظروف. ولكن اكثر من هاد الناس هادو كان يتمنى يلبس تريكو تاع شبيبه كيما حنا. ولا نهضر على روحي ولا على صحابي، كنا نتمنى وندربوا شبيبه. كل واحد كي يهضر على شبيبه لازم يكونترولي روحه، وكي تقول شبيبه علي من انا نهضروا على الفريق، على المناصر، على التاريخ. اتونسيون، التاريخ تاريخ يشهد، والتاريخ حاجه اللي تكتبها تريح معلقه عندك. سي بور سا التاريخ تاع الفريق هذا ما لازمش نلعبوا به وما يلزمش نستهزاو به. ننجمو نغلطو، بصح كل ما نغلطو نريكتيفيو، سواء ديكلاراسيون ولا كومبورتمون تاعنا ولا اي حاجه. نقولو سمحوا لنا، نورمال تغلط مع كارد ماتريال ولا تغلط مع الديريكتور، سي لا ميم شوز. فو سافوار ثاني كون لو ريسبي و اون فوت افوي موتي باردوني. هذه هي، يقول بلي الانسان. ولكن انا نعاود نولي لك للفريق تاعنا، راه في احسن احواله، راه في يعني يدرب وكاين الخير راه جاي. ما يتقلقوش وما ياخذوش كمعيار و با بروندون كونسيديراسيون لي ماتش اميكو. بون انا جوي جوي نفهمهم كومون سا سباس في لي ماتش اميكو. حنا كي جينا كاين ناس مسؤولين على الطاربوس هادو، كي لحقنا هنا درنا بروغرام. اشاك فوا نبدلو بروغرام اون فونكسيون دي زيكيب ديسبونيبل هنايا اللي راهم قادرين يلعبوا معنا. كاينه حاجه قلت له انا يلزم نلعب طون دو ماتش، ما يهمنيش لادفيرسير. كي يقول ما يهمنيش لادفيرسير
باش ما نبداش انا نخير ادفيسير ضعيف ادفيسير كبير نيفيتي علاش نلعب ليه علاش نلعب واش مصطاد نو سي فري كو كي تكون في طارب باش تخدم صباح وعشيه يكون تعب دو بريفيرونس مع فريق المستوى تاعك ولا مو باش تبدا تربح نو ولا ما لقيتش راح انا نبدا نرفز الناس وانا نحتاج مقابلات انا اليوم عندنا اول مقابله مع فريق من القسم الاول الثاني مع قسم ثاني و لي دو ماتش واحد دوزيام ديفيزيون واحد وكي نروحوا كاين ثلاثه زوج مع بريمير ديفيزيون ومن بعد الناس تعرف لادفيرسير وزوج ممكن يكونوا مع ناسيونال دو ليسونسيال هاي كاينه مينيموم 3 ماتش مع بريمير ديفيزيون سا سي بريز امبورطون انا نجي جوار القديم وين راهي حالته وخاصه الجديد مع فريق اللي عنده مستوى باش ما نغلطش فيه المهم كاين الريجيطا وكاين وليد الناس نغلط فيه جو بريفير جورجيه مع فريق تاع القسم الاول ما يهمنيش واش من كلاسي ولا باش تكون عندي نظره ما نسهلوش الامور انا النهار الاولاني البلاصه كما يقولوا تولي غاليه سواء القديم ولا الجديد يقولوا صح عندنا اوساتور مي اللي يستهل يكسر الباب ويدخل مع لوساتور مرحبا به وهذه هي اللي رانا نخدموا عليها والله انا جاي لوكازيون دو ديسكوتي مع دي ريسبونساب مع دي جوار جو بونس بلي البارح كنا مع جمعيه شلف في المطار هذوك يقولوا عناو شباب الوزداد اخر حصه في التلفزيون درتها مع الرئيس تاع شباب الوزداد واليوم رانا في فندق مع اتحاد العاصمه كوم بارازار ودانييرمو قصرت مع ناس تاع في التليفون تاع شباب قسنطينه هادو الفرق صح نقاسوا ويا للاسف نقول المدربين تاعهم راح يسوفريو صح راح يسوفريو باسكو ما كانش عندهم وقت حنا نقول باللي كالكو بار اون ايتي غاتي بوركوا باسكو علاه حنا كان عندنا لو طون روبوزينا بعض اللاعبين قبل شباب الوزداد حبسوا قال لك عيينا وفكني من الماتش هذا خلاص وحنا شرينا المنتي قبل لا دانيير جوني لا دانيير جوني هذيك درناها بور لي رومبلاسون لي بليزير اكسيتيرا سون بريسيون وكان درناها اوبجيكتيف كنا نكلاسيو 5 ما يهمش حنا نقولوا الحمد لله كي تشوفينا ما يهمنيش من بعد كان عندنا الوقت كان اللي قال لك نروبوزي روبوزي سي تادير داو 25 جور انا جو بونس باللي اللي فات 20 جور راهو دار روبو داعو دحقو وكاين بعض الفرق حنا ماناش مقيوسين في الجانب هذا داو روبو تاعو وروبرينو بالعقل بروغريسيفمون واليوم راهم يخدموا ميزا بار ان جوار اللي راه مبليسي كان العام اللي فات مبليسي ماشي هذا العام ان شاء الله ريكيبيريوها في اقرب وقت مي سينو الناس راهي في الطوب ورانا في لي نورم واش جو سوي اوبتيميست اوريزمون باسكو سو ني كو ديبي دو سيزون كيف الى مقارنه بين هابي ونهار نيغوسيت نهار كي جيت مع لي ديريجون تاع الشبيبه قالوا لي وزيت اوبتيميست اون بو سوفي الكلوب هذاك الوقت قلت جو سوي اوبتيميست ودخلت لهم ريحتهم واجتماع مع اللاعبين نهار الاولاني ريحتهم قلت لهم ليكيب تصوفا باذن الله راني اوبتيميست وما تكسرش راسكم وكذا يا كيفاه في الافان ميسيون كاميكاز كنت اوبتيميست اليوم ديبي سيزون ما كنتش اوبتيميست لازم نبدل المهنه انا نقول كي نكون اوبتيميست بارابور لواش مش انا حاجه كبيره اللي جو ديتيان لا فيريتي اونسي اللي اي واحد يقول لك سي با اون سيونس اكزاكت فوتبول سي ديفيسيل سي وي انا كي نقول اوبتيميست وندي المسؤوليه وديكلاريت انا منها ما يهمش من نهار لون الناس تحاسبني بارابور او جروب وموايا
الى مونطاليتي اللي راني نشوف فيها. هذا ما كان وتاكل على ربي والبيبليك، باسكو دوك البيبليك لا زعفتوا علينا ولا زعفتوا عليا، ما كاش مشكل. انا نظن انا قلتها العام اللي فات، انا ما ندورش جيسبير انتوما ثاني ما تدورش. انا قلت بلا بيكم انتوما حنا والو. دوزيام بوزيسيون سي لي جوار كي فون لونترينور. انا جيت تروازيام بوزيسيون، انا لي زوريونطاسيون ديال المسؤوليه، وانا راني سوبر اوبتيميست بور اون تري تري بون سيزون. والسلام عليكم.